المجموعة الأخيرة اللي هي تعمل على DNA integrity، تدمير تماسك DNA من خلال تكوين free radicals، شقوق حرة. اللي هي شنو الشقوق الحرة؟ طبعا عندنا هنا دواء مشهور، ما راح أتكلم على كل مجموعة، لكن دواء مشهور عندنا المترا نيدا زول، المترا نيدا زول. هذا الدواء المترانيدازول ايش راح يسوي؟ راح يؤدي لك الى تكوين شقوق حره، وهذه الشقوق الحره اللي هي جزيئات اكسجين فعاله اوزون راح تجي وتدمر الدي ان اي، وبالتالي لو جينا نشوف الدي ان اي، الدي ان اي راح يبدا يفقد الانتجريتي، راح يتدمر، راح يتشظى الدي ان اي بسبب الفري راديكلز او الشقوق الحره هذه اللي صارت، وبالتالي راح تموت الخليه بسبب هذه الفكره. طيب بس هنا نذكر لكم سايد افكت للمترانيدازول اللي هو مشهور باسم دواء اسمه فلاجيل، صور قسم كبير من عندكم ممكن سامعين به في بعض حالات الدياريه اللي تسببها بعض الحاديات الخلايا مثل الجيارديا، وايضا طبعا الاميبا، ايضا الانتاميبا يستخدم لها هذا الدواء لما ايضا تسبب لك اسهال وممكن اسهال دموي ديزنتري بالامعاء. بس طبعا اكو فكره خاطئه انه كل انواع الاسهال تعالج بالمترانيدازول، لا، هذا دواء يشتغل اكثر على الانيروبيك بكتيريا مثل مجموعه الكلاستريديوم ديفيسيال، فممكن يفيد هذه الحاله الجيارديا الاميبا، بس مو كل انواع البكتيريا تشتغل او يشتغل عليها المترانيدازول، فهذا ايضا معلومه خاطئه لا نفهمها، مو انه هو علاج لكل انواع الدياري او الاسهال، لا، في بعض الحالات المعينه مثل الاصابه بالجياردية الانتميبة انايروبيك بكتيريا نوعا ممكن يكون يفيد في هذه الحاله. ايضا يستخدم مع الاموكسيسيلين لعلاج الهيكوباكتر بايلوري اللي تسبب قرحه المعده، فهذا ايضا معلومه لازم تعرفوا عليها. السايد افكت المشهور له او في عند سايد افكت خاص ب اللي هو ممكن يؤدي لك الى ما يسمى بالدايسولفيم، دايسولفيم رياكشن، لايك رياكشن، اللي هو شنو؟ يصير عندك تكيكارديا، هايبوتنشن، فلاشينج. هذا لما يتناول ويا الكحول، وذ كحول، لما يتناول الشخص هذا الدواء مع الكحول، وإذا كان ممنوع تاخذه إذا كنت تشرب كحول، وذ الكحول، لأنه يروح على الكبد يؤدي لك إلى مشاكل بأنزيم يحول الكحول إلى الديهايد، وبالتالي يؤدي لك بمشاكل في هضم الكحول لأنها تتحول إلى الديهايد وأن تتحول لمركب ثاني أقل سمية، فإذا توقف هذا الأنزيم بسبب المترانيدازول الآن الديهايد راح يزداد، وبالتالي تصير عندك الدايسولفيم لايك رياكشن اللي هو مشكلة خطيرة مو سهلة، ولازم ما تنطي للشخص اللي عنده الكحول أو ليأخذ الكحول المترانيدازول. وهذا قلت لكم يستخدم للبكتيريات الهوائية لما تسبب لك مشاكل الجهاز الهضمي بالجيارديا بالأميبا، استخداماتها واسعة، فهذه بالنسبة لي.